اللعابة بغينا 3 بوان وسط الكونغو، ولا على الأقل التعادل اللي ضمن التأهل قبل مواجهة شبيبة القبائل في المغرب. عارفة بأنها غادي تكون مباراة صعبة في ظروف صعبة، ولكن نريد قتالية اللاعبين لجلب التأهل من وسط كينشاسا، ونتمنى أن يكون الطاقم التقني في أفضل حالاته. أعرف أن المباراة ليست سهلة، ولكن علينا بالإصرار والعزيمة جلب التأهل من وسط كينشاسا. هذا ما أريد أن أقوله في هذا الفيديو. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، ودعم.